سيدي الرئيس، لقد كانت تجربة محزنة ومؤسفة لنا. رأينا بأمي أعيننا مرة تلو المرة أن القوى الكبرى في الأمم المتحدة بينما تعظ بالديمقراطية والعدالة والإنصاف حول العالم تمارس العكس هنا في الأمم المتحدة، وتعطي الأولوية للمصالح الضيقة على حساب المصالح الإنسانية. فجر رئيس غانا نانا أدودانكوا أكوفو أدو العديد من المفاجآت والرسائل المهمة خلال كلمته في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدأها بالحديث عن الثقة المتبادلة بين الدول التي تضاءلت وتماسك المجتمعات الذي يقترب مما شهدناه خلال الحرب الباردة. التردد في الموافقة على أي إصلاح يعكس حقائق اليوم إنما يؤدي إلى تقويض مصداقية الأمم المتحدة وبعض أجهزتها وخاصة مجلس الأمن. ومع اعترافه بإنجازات الأمم المتحدة خلال 78 عاماً من وجودها، فقد سلط الضوء على إحجام بعض الدول التي كانت قوى كبرى عند تشكيلها عن إصلاح أجهزتها ولا سيما مجلس الأمن. ينبغي أن نعتمد أنه لن يكون سهلاً أن نبني مجتمعات تتمتع بالرخاء بعد قرون من الاستيلاء على الموارد الطبيعية والاتجار في شعوبنا كسلع لقرون وقرون. عاد الرئيس الغاني ليقول إن العالم لا ينبغي أن يتظاهر بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية للقارة ليست مرتبطة بالمظالم التاريخية، وشدد على أنه حان الوقت للاعتراف علناً بأن جزءاً كبيراً من أوروبا والولايات المتحدة قد تم بناؤه من الثروة الهائلة التي تم حصادها من العرق والدموع والدم والأهوال التي سببتها تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.